السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة يا رب. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم واحد الخبز بهذاك الماء اللي صوبت به الفرماج ديال لو بورسان اللي كنت درت معكم، وكنقول لكم قلت لكم الماء ديالو ما غاديش نرميه. دونك اليوم غندير لكم به الخبز ان شاء الله. واحد الخبز كيتخدم بواحد الطريقه انتما غادي تشوفوا ان شاء الله يا ربي تعجبكم الطريقه هذه. ما فيهاش دليك ولكن هو كيبغي شويه ديال الوقت، يعني غادي تشوفوا معايا المراحل. بونجور ا توس، aujourd'hui on va faire un pain avec le petit lait que j'ai extrait du fromage le boursin. Donc j'espère que vous allez aimer la recette. On passe tout de suite aux ingrédients. Donc الخبز غادي نحتاج ليه الخميره. عندي هنايا خنشه ديال الخميره، عندي هنايا واحد المعلقه صغيره ديال السكر، الملح، وعندي واحد جوج معالق كبار ديال الزيت. انا هنايا عندي زيت الكولزا. دونك جي لا لوفور بولونجير، اون كويير ا كافي سكر، دو سيل، دو كويير ا سوب ويل دو كولزا، اي بيان سور لو دو مون فرماج. سي افيك سولوي لا كو جو في فير مون بان، بيان سور لا فارين. اول شيء البنات غادي نخلي الخميره ديالتي تنفعل شويه. غادي نخلطها مع ديك المعلقه ديال السكر، وغادي نزيد فيها شويه هذا الماء. احتفظوا به في الثلاجه، كتخليوه تقدروا تحتفظوا به سيمانه. دابا ملي كتخرجوه باش ديروا الخبز كتسخنوه بيان سور، ما خصكمش تعجنوا الخبز به بارد. غادي نخلي الخميره ديالتي شويه تنفعل مع السكر. دونك جي مي لا كويغ ا كافي دو سكر افيك لا لوفور. جو في ليسي ما لوفور ان تي بو 5 مينوت اي اون روفيان. دونك البنات هنا عندي واحد تقريبا واحد كيلونس ديال الطحين. دونك غادي ندير واحد الحفيره، غادي ندير هذيك الخميره ديالتي، غادي ندير الزيت، جوج معالق كبار الملحه، غادي ندير قياسي نتوما كيفاش كتشوفوا الملحه. غادي نجمع هاد العجينه هادي. Donc j'y mets la levure, le sucre, le sel, la farine, j'ai 1,5 kg de farine. Et je mets la gina dialti le bnat bilma. Bach nous recommande le kawam le khassit koum fi la gina dialti. La gina dialti na kadji hakda le bnat. Normalement kas bqa kat le sqf le yedin, ma khassach koum qasha. Voilà. Donc درت ليها كيلونس ديال الطحين، درت ليها تقريبا 300 مليلتر ديال الماء. دونك دابا غادي نخليها ترتاح واحد 30 دقيقه ونعاودو نرجعو باش تشوفو المرحله الثانيه. البنات بعد ما خلينا الخبز ديالنا 30 دقيقه، دابا كنفزقو يدينا، كنحاولو نديرو ليه واحد الطريقه البنات باش كيجينا مفخفخ من الداخل. ديرو ليه بحال الا كنديرو شي الا كنديرو يعني اون بات فويتي. نعاودو نديرو ليه هاد العملية من الجهة الأخرى، نبقاو نجروه هكدا. هاد الخبز شويه كيبغي الصبر. كلشي بالصبر البنات. ان شاء الله دابا عاوتاني غادي نخليه نص ساعه يرتاح ليا، وغادي نعاود ليه هاد العمليه واحد جوج المرات باش كيجي متقوب من الداخل. غادي تشوفوا ان شاء الله كيفاش هاد الخبز هذا كيجي من الداخل. غادي نغطيه، غادي نخليه 30 دقيقه ونعاودو نرجعو باش نكملوا العمليه الثانيه. À tout à l'heure. Donc je vais laisser encore 30 minutes et on revient tout à l'heure. بعد ما خلينا الخبز ديالنا 30 دقيقه البنات، كنعاودو نديرو ليه ديك المرحله، نديرو ليه بحال الا كنديرو هاد المرحله هادي البنات كديروه واحد 3 المرات. كيكون هاد الخبز كيبغي شويه ديال الصبر، يعني ما فيهش تدلاك،
ولكن كيبغي هاد الخدمه هادي ديروها ما بين 3 حتى 4 المرات، وكل ما بين وحده وحده كتخليوه يرتاح 30 دقيقه باش كيعطي واحد النتيجه مزيانه ان شاء الله. حيلا كنديروا ليه ان فويتي، غادي نخليه عاوتاني يرتاح. ودابا غادي نخليه يرتاح 30 دقيقه، نعاود ليه مره اخرى، نعاود نخليه 30 دقيقه ونعاود نرجعو. الخبز ديالنا البنات بعد ما خليناه درت ليه 3 المرات يعني ديك التلفيفه، دابا غادي ان شاء الله غادي نديرو في ليمون. هذه واحد الطريقه ديال الخبز الفرنسي. زكودي ما يدينا، دابا عندي هنا واحد ليمون دهنتهم شويه ودرت ليهم الزيت، غادي نديرو الخبزه الاولى هنا، نحاولو نبسطوها شويه ونعاونو يدينا بيدينا بالماء. دابا شنو نوريكو، ودابا غادي نديرو الاخرين في الليمون الاخرين البنات. الخبز ديالنا دابا غادي نعاودو نخليوه دابا البنات حتى يخمر، وان شاء الله غادي نطيبوه باش تشوفوا هذا الخبز. هذه واحد الطريقه يعني واحد الخبز فرنسي كيديروه بهذه الطريقه هذه. هذاك نورمالمون كيديروا فيه معلقه ديال الخل ديال التفاح ولا جوج معالق ديال الخل التفاح، انا ما درتوش لان هذاك الماء اللي عجنت به الخبز منين درت الفرماج ديجا كاين الخل في الماء وكاين الحامض، يعني بلا ما نزيد الخل. نتوما الا غتعجنوه بالماء ان شاء الله تقدروا تعجنوه بالماء عادي. كديروا في الطحين كديروا الخميره الملحه السكر وكديروا دوك جوج معالق ديال الزيت وكديروا جوج معالق ديال الخل ديال التفاح، الا ما كاينش التفاح ديروا الخل الابيض. دابا غادي نغطيهم، كنفضل نغطيهم بشي حاجه هكذا لان غادي يطلعوا باش ما يسقوا لياش، دونك غنغطيهم وغنخليهم يخمروا ونعاودو نرجعو ان شاء الله باش نطيبوه. الخبز ديالنا خمر البنات، دابا غادي نفلحو شويه من الوسط. شعلت الفران ديالي على 180، غادي نخليه حتى يطيب ان شاء الله. دابا كندلدل عليه شويه ديال الطحين، غادي ندخلو الفران نشعل على 180 درجه البنات حتى طيب الخبزه ديالتي ان شاء الله، ونعاودو نتلاقاو باش نشوفو الخبز ديالنا الفرنسي كيفاش كيجي. دونك جو في ميتر مون با 180 دوغري جوسكا سكي لي كوي اي اون ريفيان بور فوار نوتر بان ا توت ا لور. بنات الخبز ديالنا كيجي هكذا، خبز فرنسي بهذه الطريقه هذه كيجي مقرمش مقرمش. غادي نقطع لكم ان شاء الله واحد باش تشوفوا من الداخل كيفاش كيجي مقرمل البنات، سخون انتم البنات كيفاش كيجي مثقوب من الداخل. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه هذه. بهذه الطريقه ما فيها لا تدلك ولا حتى شي حاجه، يعني خبز خصو غير شويه ديال الصبر شويه ديال الوقت باش كيطلع لينا الخبز هكذا. علاش مره ما نديروش؟ انا درت اليوم ثلاثه ديال الخبزات يعني بوغ سو فير بليزير نديرو خبز بحال هكذايا بهذه الطريقه هذه، واخا كيبغي شويه ديال الوقت.
انا عارفه الوقت ما بقاش عند يعني عند البنات اللي عندهم القنوات الله يكون في العون، ما بين القناه الاولاد الدار، يعني الواحد كي ما كيلقاش الوقت عنده، ولكن بشويه ديال الصبر وشويه ديال العزيمه ان شاء الله كلنا غنوصلوا باذن الله. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه ديال الخبز اليوم. تقدروا تعجنوه غير بالماء البنات كما قلت لكم، وتزيدوا فيه جوج معالق ديال الخل ديال التفاح، او الليلة ربي درتو الفرماج هذاك الماء كما انا تلقى عندي عجنته بهذاك الماء، دونك نتيجه واحده. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه ديال هذا الخبز هذا، وتوجدوه للشهر المبارك ان شاء الله، علاش لا. ونقول لكم الى وصفه قادمه ان شاء الله على قناتي، دونك نوتخ با فوالا لي كروستيون. دونك جيسبر كو فوزافي ايمي لا فاصون دو فير دو بان اجوردي، اي جو فو دي ا لا بروشان روسيت سور ما شين، يا بيانتو.